السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نحسن الصوت في برنامج كامتاسيا؟ اسمع معايا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا عايزين نحسن الصوت، اول حاجة هنعملها ان انا هاجي هنا عند ايديو افكت وهلاقي بعض الحاجات، منها مثلا نويز ريموفال بيبدأ يحذف لي الضوضاء، فهسحبه وابدأ انزله هنا. اول ما اعمل كده هتلاقي ظهر لي هنا نويز ريموفال، تقدر من خلالها تتحكم في انت عايز تعدل الصوت بأي طريقة بحيث ان هو يحذف لك الضوضاء اللي موجودة. دي حاجة مهمة جدا لازم تعملها. وممكن تيجي من هنا تعلي الصوت، وممكن تعمل ميكس تو مونو وهكذا. طيب بعد كده بلاقي خاصية اللي هي الاوديو كومبريشن بالشكل دوت، اول ما تبدأ تحطها بيبدأ ان هو يجيب لك الصوت بحيث ان انت تخليه عالي او ميديم او لو، تقدر تتحكم في درجة الصوت. ممكن اصلا يكون عندك اكتر من عارف صوت فعايز تعلي في واحد وتقلل الصوت في واحد، فزي ما انت عايز كاستم هيفتح لك بقى ان انت تعدل زي ما انت عايز. انا هقول له مثلا هاي، تعال اسمع. اعتقد ان احنا محتاجين برنامج للانتي ارتفيشال انتليجنس. طيب لو انت بقى مش عايز، ممكن تقول له انا عايز ارجعها زي ما هي او تلغيها خالص. عايزين بدل ما انت بقى. زي ما انت شايف اللي انت مستريح، لان هو طبعا الحاجات كلها بالثابتة بتختلف من ملف لملف بالشكل دوت. وبناء عندنا خاصيتين، في حاجه اسمها فيد ان وفيد اوت. فيد ان يعني في الاول هيبدا الصوت واطي خالص وبعد كده يعلى، فيد اوت وصوت بينتهي في اخر ثانيه كده هتلاقي الصوت بدا يقل. دي من الخصائص القويه، وتقدر ان انت في اي لحظه تيجي تسحب وتعدل فيها زي ما انت عايز، او ممكن تعمل لها ديليت، وممكن تقول له ريموف اول اوديو بوينت يعني احذف لي النقط اللي بيعلى ويقطع فيها. بعد كده بنلاقي كليب سبيد، ان انت ممكن تقول له انا عايز الفيديو ده بدل ما هو مثلا 4 دقايق لا قصره لي. يعني ايه قصره لي؟ سبيد بدل واحد خليها 2. هيحصل ايه؟ هتلاقي الوقت بقى يقل للنص. تمام، دي امتى بنستخدمها؟ غالبا ممكن مثلا ايه وانت بتشرح في مثلا قعدت تعمل شوية حاجات من غير ما تتكلم، فالماوس هو اللي بيتحرك، ممكن تسرح شوية زي ما انت عايز. يعني ده اختيار لما يكون في عندك حتة كده عايز تجريها بدل ما تقطعها، لا ممكن تجريها، تجريها ممكن تخليها 4x 2x زي ما انت عايز، وبيقول لك هي تاخد كام دقيقة وكام ثانية وهكذا. فده الفيديو هوت، تقدر انت تشوف الخصائص بتاعته زي ما انت عايز. اتمنى الموضوع يكون سهل بإذن الله.